ازاي تسيطري على زوجك من خلال فن الاغراء ومن خلال الدلع والانوثه واسلحه المراه الذكيه. حلقه النهارده جدا مهمه، بس قبل كل حاجه لو انتم مش مشتركين في القناه يا ريت نشترك، نفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ويلا بينا. اول حاجه انا عايزه اقول ان الحلقه دي هي تسريبات وتطبيقات من كورس فن اغراء الزوج. ده يعتبر الكورس الاقوى عندنا والاكثر مبيعا والاكثر كل حاجه في الدنيا. الحمد لله الفيدباكس او زي ما بيقولوا رده الفعل عنه الفتره اللي فاتت كانت رائعه، يعني بتيجي رسائل كده مضحكه، يعني مش عايزه اقول بقى، بس ايه عارفين بقى رسائل واحده متجوزه هتبقى عامله ازاي. اللي هو بقى ايه، جوزي ما بقاش يقعد من غيري طول الوقت عايزني كده يعني، فاحنا هو ده عزه يعني. يعني فن اغراء الزوج انت تخيلي هتبقى نتيجته ايه، وجوزك هيبقى فعلا مشتهيكي وشايفك جميله وفائقه الاغراء والاثاره طول الوقت. طيب بس انت تقدري تعملي حاجه قويه جدا. نساء كتير بتخسر بسبب الجزء ده، بسبب ان هي شايفه ان هي لازم تسيطر على جوزها بالنديه، بالصريخ، بالزعيق، بالطريقه اللي هي فيها التحكم، سواء في الاولاد التحكم، لو هي مثلا ذات سلطه اغنى منه، اهلها اقوى منه، طرق كده بتبقى زي الذكر، يعني تحس انها بقت قلبت راجل كده، طرق عنيفه جدا، فبتخسر نعومة وبتخسر طريقة أذكى وأسهل للسيطرة على الزوج، وهو إيه؟ ببساطة فن الإغراء. فن الإغراء أنت تقدري تستخدميه في بعض المواقف، وزي ما بيقولوا قلب الطاولة، تعرفي تستخدمي فن قلب الطاولة عشان تسيطري على زوجك، على عاطفته أو على قلبه. ما هو لو أنا كزوجة ما سيطرتش على قلب زوجي، مين الست المفروض تسيطر عليه؟ وانا عايز اقولك لا، هو الرجل ربنا خلقه بشكل او اخر بيستمتع ان مرأة تسيطر على قلبه، يعني انت مش هتبقي بتعملي حاجة عكس فطرته مثلا، او هو هيبقى متأذي. هما في رجالة تستمتع بذلك، هو بيبقى راجل محترم كده رئيس مجلس ادارة، وبرضه تحسي كده ان هو حابب فكرة ان في واحدة تبقى تبتز عاطفيا شوية. الست دي لما تبقى الزوجة ومش بتستخدم ده في شكل خطأ، كل اللي هي بتستخدمه ان هي بتخليه اقرب ليها، بتخليه ينفذ لها طلباتها اللي هي بتحبها، بيدلعها كده، انا مش شايف فيها حاجة غلط. فانا هعلمك للأسف الشيء ده، ولكن المرة دي عشان انا كذا مرة يعني اشرح تقنيات احس الستات مش فاهمة قوي، فانا قلت خلي المرة دي كأنها زي مواقف، وازاي انت بقى تستخدمي فن الاغراء فيها. يعني على سبيل المثال، اكبر شكوى لكتير من النساء ان الراجل مش بيتصل بيها كتير، وان طول الوقت في الشغل مهمل وكذا. طيب انت عاده بتتصلي بيه بتعملي ايه؟ الست بقى العاديه، الو ايه ده، انت جاي امتى، ها خلصت ايه، ها عملت ايه، تحقيق، طريقه كلام ناشفه داخله بتساله انت قول حاجه، كان هي ما عندهاش حاجه تقولها، فهو بيحس ان الموضوع تضييع وقت، ارهاق، في جزء من الشك او المحاسبه، فبيتضايق بيقفل السكه. انت كل يعني وجوزك من النوعيه اللي مش بيتواصل كتير في الشغل ووقته ضيق، مش هقول لك انك مش هتتواصلي معاه خالص، احنا قلناه وحتى شرحنا في الكورس وشرحنا هنا قبل كده في حلقه ان ممكن تتواصلي، انك تبعتي رساله، قلب، صوره، مش عارفه ايه، على الواتساب. ممكن لو عايز تسمعي صوته او تسمعي صوتك اتصلي، بس في وقت فعلا انت رايقه، يعني انت مودك حلو، صاحيه من النوم، صوتك كده فيه نعومه، وتتصلي تقولي له ايه، ايه ايوه حبيبي ازيك عامل ايه، انا بس ايه بطمن عليك، انا ايه دلوقتي بعمل شويه حاجات كده في البيت. وبعدين لازم تقولي له حاجه ليها علاقه ان انت بتظبطي نفسك، مش انا مش عايزاكي تقولي اكتر من رساله انثويه، رساله واحده انثويه في الاتصال ده، كذا حبيبي عامل ايه، انا بطمن عليك، انا مش عارفه بعد شويه عندي مثلا بلعب شويه رياضه، ومثلا ايه وعندي كذا شويه حاجات كده بخلصها، وبعمل مثلا ايه اكسرسايز، بعمل ماسك لوشي، عندي شويه حاجات كده بخلصها، بجهز قعده حلوه بالليل، يعني يبقى فيها بس كلمه واحده انثويه تسيب بس جزء الخيال عنده، انت مش محتاجه اكتر من كده. مش قادره صراحه اتكلم براحتي قوي. انا في الكورس صراحه اتكلمت ووريت وشغلت لهم فيديوهات وكل حاجه، مش قادره قوي هنا، لان يعني طبعا ايه المواضيع حساسه جدا، احنا بنتكلم في الاغراء، فانت متخيله. انت بس تديله ايحاء ان في حاجه بتطبخ في مطبخ الانوثه عندك، وتسيبيه دقيقه واحده، والله دقيقه واحده بانوثه بصوت ناعم بايحاء ابرك لك من 15 دقائق، انت مستنيه هو اللي يتكلم. انا مش هيتكلم في الشغل، مش هيقول لك اه كلت، وانت بقى ايه، انت هي عاده اغلب النساء تبقى مستنيه الصوره
اللي في يعني هي مستنيه الشيء اللي هي المفروض تعمله. يعني انت عايزه جوزك رومانسي، انت تبقي رومانسيه جدا، عايزه جوزك مش عارفه حساس وكذا وكذا، تبقي حساسه وكيوت ودلوعه. مارسي الشيء وخليه هو ردة فعلك، ما تستنيش الفعل، ما تستنيش. والله راجل في الشغل طالع عينه قلقان مش عارفه ايه، ازاي انت متصله هتتصلي وهتتخيلي انه هيرد بردود جميله؟ انت اصلا ما تسيبلوش الفرصه ان هو يحرجك، هي دقيقه، خصوصا الراجل اللي مستعجل. انا عايزاكي انت اللي تعملي نفسك اتصلتي بسرعه وقفلتي بسرعه كذا كذا، انا رايحه كده، انا بس قلت اصبح عليك واقول لك ايه، اقول لك ايه مثلا بحبك، اي بقى كلام كده ملزق، انك وحشتني، انك النهارده كنت جميل قوي وانت نازل. خصوصا بقى لو انت عروسه جديده، الحقي نفسك معايا بقى. يعني عارفه هو جوزك على ما تعودي، انا عارفه ان في الاول الناس اللي هم مش يعني ما بيطبقوش الكلام ده فهيبقى الموضوع صادم، تقولي رضوى ايه اللي انا هقوله كده. احنا ممكن يعني بعد خناقه كبيره كده في حياتكم اكيد عدت او بتعدي خناقه كبيره ومش عارفه ايه، تقولي له كذا، تقولي له لا انا مش عارفه انا ادركت كذا، او انا بدات اشتغل على انوثتي. المهم يعني توصلي له ان الفتره الجايه مش زي اللي راحت، طبقي بقى النصايح دي. يعني 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 يكون في مبرر ان انتوا يعني كان في حاجه كبيره بينكم، فانت اللي فات مش زي اللي جاي، ساعتها بقى طبقي اللي انا بقوله ده. عشان انت لو قلت لي مش متعود مني على كده، ما هو انت بقى ايه، كان في مرحله جديده في حياتنا الزوجيه، انت فاهمه؟ انا عندك شويه عادات كده معوده بيها جوزك انك بتعمليها كل يوم، حاجه لطيفه مثلا بتبوسيه وهو خارج، مثلا اول ما بيصحى بتبوسيه، معوده مثلا تشربيه حاجه معينه، عصير معين، يعني خمس ست صفات كده، حاجات دلوعه قوي. دي من قمه السيطره، قمة السيطرة انك تخلقي عادات تبقى مرتبطة بلحظات رومانسية او لحظات حميمية او لحظات فيها متعة معينة، متعة حتى لو متعة نفسية، هقولك المتعة النفسية ازاي. وبعدين تيجي مثلا في يوم معين او حاجة ما تعمليش الشيء ده وشوفي كده ردة فعله. المفروض هو لو مثلا احنا عدينا بقالك شهرين ما تعمليش الشيء ده يعني زي ما بيقولوا اتمنع في يوم، هو ممكن يجي يسال عنه او يقول لك او كذا. لو هو ما سالش وما عملش، انت روحي بقى هزري معاه هزاره كده اللي هو ايه، انت النهارده مش تمام، قولي انت مش تمام ليه، يقول لك لا انا والله حاسس فعلا مش تمام قوي. لان بصي هو بشكل او اخر هو مش هيبقى مدرك ان انت سبتي جواه علامه، فيقول لك والله النهارده مش عارفه حاسس ان في حاجه غلط. فقولي له عشان الصبح ما خدتش البوسه بتاعتك مثلا، حاجه كده، فيقول لك تصدقي مثلا. يعني انت بتكوني حاجات وبعد كده تساليه، عارفه يعني بشكل او اخر الشيء ده انت مفتقد النهارده، مش انت حاسس، يعني انت تحسسيه بالنقص، يعني مش تتريق عليه، انت بتلعبي على حاجه نفسيه عنده، ان انت بتربطي له عدم المود بتاعه، عدم ان هو مش رايق زي امبارح او كذا، عشان بس انت ما بصيتيهوش. يعني فهي لعبه تريك، هي دي حيله نفسيه يعني خبيثه جدا، بس بتجيب جدا. لان الراجل فعلا جوزك على ما تعودي، الراجل من اكتر الكائنات اللي ممكن يتبرمج والله، لان هو بيحب الروتين مع الزوجه، مش روتين الملل لا، يعني بيحب ان واحده تعمل له حاجات كده، تاكله وتعمل له تقول له يعني هو الراجل ليه زي ما امه كانت بتعمل، يعني هو الراجل كده بيحب يمشي من ست لست وفي ست ثالثه بقى، يعني من امه ليكي وربنا يستر ما يبقاش في ست بعدك، يعني فاهمه؟ هو حاجه كده، هو الراجل يعني يعشق التدليل من الانثى. فكون ان انت تعملي له كده، تخلقي له هاله من الروتين، شوفيها كده مع الولاد، ماما ساندوتش الشوكولاته بتاعي، انت عودتيه مثلا ان في ساندوتش شوكولاته وساندوتش جبن مثلا، زي ما شاء الله بقى الامهات شاطره قوي في خلق الروتين دي مع اولادها. تيجي عند جوزها، جرى ايه؟ هو انت مش عامل ايه؟ طب ما تعمليه زي ما بتعملي منك. يعني جزء القطقطه ده، او انت تبقي ناعمه انثى رقيقه، خبث المراه ان هي بتدعي انها كيوت وبريئه وجميله ومغريه، ده شيء لازم، لا يقلل منك ولا يقلل من كرامتك، بس احنا اتربينا على السلوك كده، ان دي حاجه عيب، انت كده انسانه مش كويس. رغم ان اغلب النساء بيستخدموا السلاح ده، بس في استغلال الرجال خارج مؤسسه الجواز ما شاء الله، في الشغل، في ان هي تشقطك عريس، اول لما بنتجوز بقى الادب بينزل، اخلاقها بتعلى،
في حين ان ده المكان يعني زي ما بيقولوا ارض المعركه، المفروض الاسلحه دي تظهر جدا. اللعبه الثالثه والتريكه الثالثه هي في الطلب، فن الطلب. انا لما قلت فن الاستئذان وفن الطلب لما عملت لكم فيديو قصير استغربتوه وقعدتوا تقولوا يا حيله غريبه مش عارفه ايه. لا بس ده حقيقي، اللي هو انك تدعي ان انت بتخيريه وان هو يعني انت مش عايزه تضايقيه وانت في الواقع بتتدلع عليه. يعني على سبيل المثال تومي قايله له ايه حبيبي انا رايحه حابه ابات عند ماما ليلتين، ولا خليها ليله واحده عشان ما اوحشكش او عشان انت مش هتقدر تقعد من غيري. انت في الاخر بتلقاني عقله، انا اكيد انت هتقولي ليله واحده، وانت عارفه ان هو عاده مش بيرضى ليلتين لان هو ما بيعرفش يقعد ليلتين مثلا ما ياكلش او تطبخي له اي حاجه، حاجه ملهاش دعوه بالمشاعر خالص. انت لا تربطيها بالمشاعر، أو انا عارفه ان انت مش بتقدر. انت بتقولي له الاحساس اللي انت عايزاه تسمعيه منه حرفيا. ده غسيل مخ معروف ومتجرب. هم عملوا مره، يعني انا مثلا عايزه بس اديكي مثال في تجربه، يعني حقيقي تجربه مرعبه. يعني جابوا فران وقعدوا يشمموهم بارفان كده معين ويصعقوهم ريحه معينه، ريحه كده زي ريحه الزهور في اليابان، زهور معينه ويصعقوهم. بعد كده الفران دول ماتوا. تخيلوا ولادهم احفادهم بقى جزء في جينهم لما يشموا ريحه العطور دي يعملوا حركه شبه الصعقه، يعني اعصابهم تتاثر. فانت متخيله ان الجينات ممكن تتبرمج وفي اجيال جايه، ما بالك بيه هو قدامك. فلا تكرار الفكره مع التكرار، مش هقولك الزن على الودان امر بالسحر، بس انت بتزني بايه؟ انت بتزني بنكد، بتزني بصريخ، بتزني ان انت شكلك محترم قوي كده ومدياله شكل الوقار. انت متخيله ان ده اللي هيستسلمه، بس ده ما بيجيبش مع الراجل. الراجل يحب ينخدع تحت مظله الانوثه، اغريني واخدعيني، هو يعشق هذه الفكره. تمام. طبعا طقوس الصحيان والنوم احنا عملنا يعني حلقه تانية، لو محدش شافها لازم يشوفها لان كانت اجمل الحلقات. انا اعشق هذه الحلقه برضه من الحلقات المعديه مليون، وهي تستحق. يعني اللي هو روتين النوم مع الزوج، روتين الليلي للزوج مع الزوج. فكره ان انت لازم تعودي جوزك كده ان في شكل من الحميميه بتحصل الصبح وبالليل، حضن، لمسه، ودايما تفسريها انه بيحميكي. في جزء في جينات الرجل انه بيحب قوي فكره ان المراه محتاجاه، فتقولي له مثلا تقومي حضنها مثلا بطريقه ما، يعني مش عارفه امثل قوي بس ايه بطريقه ما كده، تقولي له ايه، تقولي له ياه، يعني بحس بدفى او بحس بامان غريب بالحضن، ولا عن اهله مرض. شوفي بقى الستات بقى بتزعل، مفيش اي حاجه ليه بيتحرك يا اختي، عنه ما اتحرك، احنا مش عايزين نتحرك. ما هو لو اتحرك هيتحرك ناحيه ست ثانيه، احنا بنبرمجه بعد كده يبقى اتحرك، ربنا ينفخ الصوره فيه بقى، هو 50 سنه مش مشكله، بس انا ليا ان انت دلوقتي يبقى انت بتبرمجي عقله اللاواعي، فاهمه؟ ياه بجد الحضن ده بيحسسني بامان غريب. ونام، اذا ما صحيتيش الصبح لقيتيه قاعد بيبص لك كده منبهر، يعني طبعا مش هتيجي من مره، بس لا هي انت لعبتي على حاجات نفسيه عنده، حتة الامان، حتة ان انت بتمثل القيمة، ان انا برتاح معاك، إن دي حيل خبيثة جدا. امال دايما بيعملوا مثلا الحتة بتاعت الست واقفة على طريق سريع والعربية واقفة ومخضوضة ومش عارفة، يجي واحد يقف تقول له يا بجد انت انقذتيني من عرفة قيمة، دي حاجة في جينات الرجل، انا المنقذ، انا اللي حميتها، انا اللي امان ليها، ده هي من غيري ما بتنامش، ده اشتغالات والله بيشتغلوهم كده، بيشتغلوهم. تقول له ما بعرفش انام غير على صوتك حبيبتي، امسكي موبايل جوزك شوفي، بيجي لي في الاستشارات قصص ويضحكني قوي الرجاله ساعات، يقول لي اصل هي مسكينه ومتعلقه بيا وخايف تنتحر. وصلت له ان هو لو ما بقاش يكلمها هتنتحر. شفتي بقى، شفتي احنا فين؟ وانتي قاعده حبيبتي لابسه له بيجامه تويتي وتصرخي وشعرك منعكش وعماله تعملي في محشي. حركه عسوله قوي ان انت مثلا ايه تعملي نفسك قال ايه كنت خارجه او قال كان وراكي حاجه وبعدين هو جه ومش عارفه ايه، فقال يعني انت مستعجله. طبعا دي حركه خبيثه وعايزه تكتيك، انت لا خارجه ولا عامله، انت عامله انك رايحه للكوافيره وانت لا متفقه ولا اشتغاله يعني، وانت مظبطه نفسك وشكلك حلو وجميله وقال ايه بتلبسي، ومثلا يا سلام بقى لو لابسه لبس ايه داخلي حلو، يعني ايه اللي هو البرابل بتاع، فاهمين انتوا من تحت اللبس، هتكملي لبس ونازله بقى عندك معاد على الصالون، وبعدين تقومي ايه بصله بقى ايه، وانت هتفضل بقى تحلو كده مش عارفه ايه، طب انا دلوقتي كنت نازله، يعني قال يعني انت لغيتي حاجه عشان قال ايه
هو بجماله وبرقته. والله انا عارفه ان انتوا في ستات مش مصدقه اللي بقول، بس والله ده اللي بيظبط الجواز صدقيني. دي جزء كده متعه عند الرجل، متعه متعه. انتي بتشتغليه، انتي لا انتي نازله ولا كان عندك ميعاد ولا بتاع، انتي حاسه قال ايه ان انتي شكل او اخر يعني اتاثرتي بيه وكذا، فلغيتي الميعاد وان انتي ايه مش خساره فيك بقى خلاص، ايه خلي لي بقى ايه هظبط انا بكره، بس ايه لا انت النهارده جميل. اي كلام كده غزل يعني، شكل غزل. لازم لازم بصي بعد السنتين جواز الحاجات دي لو ما اشتغلتش تلقائي كده تلاقي الجوازه راحت فين؟ في الشلاحات خلاص. صمت زوجي، انهيار جمال، انهيار انوثه، بيلعب على الموبايل، قاعد لايفات بقى الله اعلم فين. انا بجيلي حاجات عجب في الاستشارات يعني. فاللي انا بقوله ده دي رساله كده، ده من السيطره العاطفيه. قال انت لغيتي شيء وعندك مناسبه وعندك ولغيتيها من كتر ما هو مغري. شوفي بقى طبعا لعب بالخيال، يعني مثلا ايه تلعبي بالخيال ان انت قبل ما ينزل تقومي راميه مثلا قطع لبس على السرير شكلها مغري كده شويه، طب دي هتعمل بيها ايه كذا. يبقى في كارد بينكم مشترك، يعني مثلا حساب مثلا على موقع اونلاين، فتبقي حاطه حاجات او كانك عملتي اوردر بحاجات كده مغريه. في ستات بقى ولا بتوري، تقول لك لا اصل عيب يعرف ان ايه. عيب ايه يا حبيبتي؟ احنا عايزينه يتخيل، احنا عايزينه يقعد يفكر كده مراتي رايحه تعمل كذا، يا ترى هيفرق في شكلها، يا ترى تشوقيه. شوق ولا تدوق، ده في جزء كده عند الراجل اللي تعمل له قصه على حوار. انا الفتره مش عارفه ايه بفكر كده اعمل لون مجنون، ولا تزوق ولا تعمل انت بتشتغليه، انت بتفتكر اللون عليا كذا، يقعد يتخيلك. ما هو لازم يتخيل مراته، ما هيتخيل مين؟ ما تقوليش ما بيتخيلش او مش عايزاه يتخيل. في ستات هي ما بتقولهاش طبعا بس هي بتمارسها، انا عندي في الاستشاف بيقولي والله هي بتمارسها، هي عايزه يعني يبطل حبه للنساء. طب ما هو اول لما يبطل حبه للنساء انت اول واحده هيكرهك، هو مش هيبطل حبه للنساء وهيحبك انت، ده مش عايز الحته الذكوريه اللي انت بتغذيها. ولكن عشان تفضل السبارك عاليه بينك وبين زوجك انت لازم تبداي ايه قطو فار شويه، او حسيس ان انت اللي شقيه في العلاقه دي احيانا، او ان انت تعشمي وتختفي، او تعملي ان انت يعني مثلا على سبيل التركه اللي احنا قلناها، وعلى فكره كتير طبقوها قالوا لي جابت يعني تاثير رائع، اللي هي ان هي تبقى حلوه قوي وجميله، الراجل اللي بيتاخر كتير وتظبط الاكل والعشاء وبعدين ايه وهي جميله وتبقى تقعد تضحك تعمل نفسها مودها حلو، وتيجي تقعد شويه ايه ده حبيبي ازيك عامل ايه يا رب تكون اتبسطت. شوفي وهي اصلا دمها محروق انه اتاخر عليه، يا رب تكون اتبسطت حبيبي انا مجهزه لك الاكل اهو، بس انا والله بجد يعني النهارده كان يوم تقيل جدا. وهي تقولوش كان تقيل ليه، تصبح على خير بس تكون فائقه الجمال. ما ينفعش تعملي ده وتبقي عرقانه وشعرك متنعكش، ده طبيعي. وتقول لك وانت من اهله عيان، لا تحسين ان هو يعني خسر حاجه، كان في قعده حلوه فاتته، كان في جو وفايبس فاتته، كان في بيبسي وشيبسي وكاراتيه وباراتيه واسمها ايه فشار وجو وفاتوا. عارفه لما تشيلي حاجات كده قال يعني كان في قعده، هو ده الاحساس، بس جميله جميله ومظبطه نفسك ومش متضايقه. التحدي ما هو ليه اللي بيقلق الراجل؟ ليه الست دي مبقتش متضايقه؟ دي بتضايق الراجل جدا، لان هو عارف ان انت لو متضايقه يبقى انت ما زال هو العنصر اللي بيسبب لك يعني زي ما بيقولوا سعاده وحزن. فكون ان انت تمام كده ده بيخلي الراجل يتوتر، الجزء التوتر بيخلي الراجل يسعى تاني انه يرجع نفسه في مكانه معينه. لكن العكس لا، اللوم الكتير والزن ووجع القلب والنكد هتيجي تقولي الكلمتين بتوعها هتعمل مش عارفه ايه زي الام كده، ده دور امومي ما بيغريش الرجاله تماما. تمام طبعا احنا يعني انا حاولت بس اعلمكم كذا موقف خفيف كده على افكار وايحاءات وبتاع، لكن انتوا ممكن تشوفوا كل الحاجات دي سواء في حلقات قديمه، ولو طبعا عايزينها بشكل بقى ايه منفتح وعملي اكتر هتلاقوها ان شاء الله في كورس فن اغراء الزوج عندنا مجموعه في شهر 8. هحط لكم اللي هو الرابط الاشتراك في اول تعليق والصندوق الوصف. اشوفكم على خير، مع السلامه.